خوتنا السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة مع محمد السبعي. حلقة يوم 30/12/2023، الحلقة الصباحية ديال هذا اليوم أو الحلقة الأولى ديال هذا اليوم غادي نتكلموا فيها على بعض الأمور لا يعلمها الكثيرون وعن حادثة اغتيال المجرم خالد نزار. نعم، حادثة اغتيال ومؤامرة من شنقريحة وكذبون. غادي تقول لي ما علاقة شنقريحة وكذبون بوفاة هذا المسمى خالد نزار؟ غادي نقول لك بأن تبون وكذلك شنقريحة كانوا من المتورطين الكبار في العشرية السوداء اللي كان المهندس ديالها والمنفذ ديالها هو خالد نزار، كانوا يشتغلون تحت إمرة هذا السفاك. ولما يعني أصبح خطرا عليهم بمناسبة البارح مات، وراء البارح تم الإعلان عن موعد محاكمته من طرف محكمة أجنبية حول جرائمه في العشرية السوداء. وغادي نشوفوا كيفاش شنقريحة وكذلك عبد المجيد كذبون كانوا خايفين وباقين خايفين أن الاسم ديالهم أنه يتجبد في هذه المحاكمة، وغد تكون عندهم فضيحة بجلاجل. لهذا صارعوا في يوم الانطلاق أو الإعلان عن المحاكمة ديالو، مشاو قتلوه واغتالوه. غادي نتكلم معكم بهذه الأمور بالأدلة. شوف راكم عودناكم في هذه الحلقة بالأدلة والمصادر، وتبعوا معنا من الأول حتى الأخر. كذلك غادي نتكلموا في هذه الحلقة على واحد الأزمة سياسية دبلوماسية كبيرة هذه المرة بمناسبة كرة القدم بين دولتين كبيرتين في العالم الإسلامي اللي هي العربية السعودية وكذلك تركيا، بمناسبة لقاء السوبر بين فريقين من تركيا بغاو يلعبوا في السعودية. السعودية سدات عليهم الضوء وقالت لهم صافي فرتكوا علينا هذه الشقلة وما بقيتش بغيتكم تلعبوا لي هذا الماتش كاع في بلادي. علاش وكيفاش؟ تبعوا معنا هذه الحلقة إضافة إلى بعض الردود، وغادي نشوفوا كيفاش واحد المقهى افتتح مقهى في الجزائر أمر عادي، ولكن الغير العادي هو السرقة والحرمان اللي طالت غير دوك النفخات. حلقة مهمة بزاف، تبعوا معنا من الأول حتى الآخر. دير جيم ديالك، ما كنتيش مشترك معنا رجاء نزل تحت دير على الاشتراك، بارطاجي الحلقة، وعلى بركة الله مشينا مع محمد السباحي. خدنا تحية مجددة، بغينا نقول لكم راه ولينا كنديروا اللايفات واللقاءات مباشرة مع بعض الإخوان على مستوى التيك توك. بديناها ابتداء من يعني والبارح مع من 9 حتى 11 الليل، وسنستمر كذلك اليوم. رابط الحساب ديالنا غادي تلقاوه هنا في صندوق الوصف، ومرحبا بكم مع او في التعليق الاول، مرحبا بكم معنا، تشاركوا بالاراء ديالكم بالمواقف ديالكم في حلقه الليله ان شاء الله. ونبداو لكم بهذه الاحصائيه، واحد الاحصائيه لحتها لنا اصوات مغاربيه والمصادر ديالها من مصادر رسميه ديال هذه الدول، يعني من قوانين الماليه. شحال المغرب غادي يخصص للملك نفقات الميزانيه ديال الملك، شحال غادي يخسر المغرب على الملك ديالو، وشحال غادي تخسر الجزائر على الرئيس ديالها، وشحال غادي تخسر تونس على الرئيس ديالها. غير واحد المقارنه بين هاد الناس اللي كيقول لنا الملك ديالكم داير لكم الميزانيه، الملك ديالكم مسيطر لكم على واحد النسبه مهمه من الميزانيه، وداي فلوس الشعب وداي وديك الهضره. حنا غادي نشوفوا الفرق وشكون اللي كينفق اكثر على زعيمه او رئيسه او ملكه. مزيان، غادي نبداو لكم اسيادنا بالرئاسه ديال الجمهوريه ديال تونس. تصوروا معايا بان في تونس كتخسر او مخصصه تونس لميزانيه الرئيس العام الجاي 61 مليون ديال الدولار، 61 مليار سنتيم مغربيه تقريبا. المملكه المغربيه كتجي في الرتبه الثانيه، هذه مقارنه بين ثلاث دول مغاربيه. المغرب ب 260 مليون ديال الدولار، شحال فيها؟ شنو النفقات اش كتشمل؟ كتشمل القصور، كتشمل الموظفين، كتشمل الرحلات، كتشمل التعويضات، كتشمل الزيارات الرسميه، كتشمل مجموعه من الامور. 260 مليون ديال الدولار، في حين ان الرتبه الاولى اللي هي الرئاسه الجزائريه اللي كيتخسر عليها 600
42 مليون ديال الدولار، يعني ثلاثه المرات داكشي اللي كنخسروا حنا على الملك ديالنا كيخسروهم على الرئيس ديالهم. فقط غير باش تفهموا المقارنه، بلاش مي باش ما يجيش يتزايد علينا شي واحد ويقول لنا هذه ولا هذه. كذلك كواحد النقاش شفته كثير هذه الايام في وسائل التواصل الاجتماعي، ناضت لحت لينا لا في واحد الاجتماع ديال لجنه سجل، يعني اجتماع لجنه البنيه الاساسيه والطاقه والمعادن والبيئه بالمجلس، قالوا لنا بانه راه كاين واحد الربط كهربائي ما بين المغرب والجزائر. نضت الصحافه الجزائريه وتكلمت على الموضوع وقال لك رغم القطيعه تصدير كهرباء الجزائر الى المغرب متواصل متواصل، يعني باقه الجزائر كتصيف يعني الكهرباء الى المغرب. المغرب قال لك كاين ربط، ما قالش لك نستورد الكهرباء من الجزائر، قيل هناك ربط. ولكن حنا نفوتوا سيدي الصحافه المغربيه ونفوتوا الصحافه الجزائريه ونمشوا لوكاله رويترز. رويترز في 2008 كانت كتبت لنا واحد الاتفاقيه وقعت بين المغرب والجزائر، اشنو المضامين ديال هذه الاتفاقيه اللي ناضت عليها الروينه اليوم في هذا النقاش ديال الربط، يعني الجزائر كتصيفط لنا الكهرباء. كتقول لنا رويترز، وقعت شركة الكهرباء الوطنية الجزائرية سوني الغاز والمكتب الوطني للكهرباء المغربي اتفاقا لنقل الكهرباء يسمح للجزائر بتصدير حتى 1000 ميجاوات الى اسبانيا، يعني الوجهة ديال هذاك الكهرباء الجزائري ماشي المغرب بل الى اسبانيا. ويشمل الاتفاق بناء شبكة للربط الكهربائي قدرة 400 كيلو فولت في اراضي المغرب من يعني من المقرر دخول الخدمه في نوفمبر يعني 2008. يعني الاتفاقيه شنو فيها؟ ربط الجزائر باسبانيا، والمغرب ليس الا ممر، وغالبا المغرب سوا غادي ياخذ حقه، ماشي كتصدقوا علينا به، بل لانه المغرب كياخذ يعني رسوم على هذا الربط، يعني كدوزوا لنا من الاراضي ديالنا والمغرب كتخلصوا، يعني ما كتصدقوش. لو كان بيدكم حقا هذا الامر، والله لو كنتم قطعتم على المغرب حتى الاكسجين، حتى يعني ذاك الاكسجين والهواء اللي كيجي من الجزائر للمغرب، لو كان بيدكم والله ما خليتوه بالله، ما غاديش تخليوه. ونزيدكم حتى الربط الكهربائي بين الدول يعني اللي بيناتها حدود فهو امر عادي جدا في اطار تصريف الفائض. فاش المغرب يعني المغرب الا كانت شبكات كهرباء ديالو داخليه بوحده ديالو راه ممكن تنفجر الشبكه في لحظه من اللحظات، ولكن ربطها بالدول المجاوره كيصرف هذه الطاقه الى هذه الدوله والى هذه الدوله والى الدوله ملي كيكون الفائض. ونفس الامر في الجزائر، ونفس الامر في الصبليون وفي بنغلاديش وفي بوتسوانا وفي ليبيريا، يعني جميع الدول ديال العالم واخا تكون بيناتهم حروب ولكن الشبكه ديال الكهرباء كتبقى لانها في صالح جميع هذه الدول. خير باش نسدوا هذا القوس اللي فتحتوه وفرعتوا لنا راسنا بهذه الايام. غير هو بيني وبينكم، وهذه صور جديده منقوله من عندكم ديال طوابير مره اخرى في البوطاغاز في القنينات ديال الغاز عندكم ماشي عندنا، في دوله ارادت المغرب انهم يديروا يعني يساليوا الحطب ديال الغابات كاملين. ها هو الروينه عندكم نتوما، وعندكم الشو عندكم نتوما، عندكم الفضيحه عندكم نتوما وليس نحن. هذا فقط رد على هذه الروينه اللي نايضه ديال ان الجزائر قالت تصدر الكهرباء الى المغرب. ودائما في اطار الصور الشوها الفضيحه، شوفوا معنا هذه الصور اللي انتشرت البارح ديال واحد المقهى، مقهى في الجزائر كايها الناس، واحد صاحب المقهى بيفتتح المقهى ديالو بمناسبه راس السنه. المهم دار شي شويه ديال دوك النفاخات البالونات، دار مجموعه من الامور التجميليه، ولكن الفضيحه الكبرى ها هي كتشوفوها على عينيكم، الخطف ديال دوك النفاخات البالونات، البالونات اللي دارهم السيد باش يجمل بهم المدخل ديال المقهى ديالو، تم اختطافهم من طرف الناس. رجاء الاخوان ديالنا، كنقول الاخوان ديالنا في الجزائر، الى وقع لكم شي حاجه، كاين شي اختطاف، كاين شي مجاعه، كاين شي حاجه، قولوا علينا ما تخافوا حتى شي حاجه. العشريه السوداء راه مسالات، والمجرم الاكبر ديال هاتي العشريه السوداء خالد نزار راه مات عندكم البارح،
يعني اللي كان باقي خايف وكيستذكر هذيك الايام ديال العشاري السوداء مهندسها وسفاحها الاول راهو مقبور الان يسال امام الله عز وجل. الحادثه ديال الاغتيال ديال خالد نزار البارح كما شوف مجموعه من المعارضين ومجموعه من الاقلام الجزائريه الحره تداولت البارح اخبار على ان خالد نزار تم الاغتيال ديالو من طرف تبون وكذلك شنقريحه. القصه عودناها لكم البارح ديال هذا خالد نزار، ولكن هناك جزء خفي اخر غادي نقول لكم عليه في هذا اليوم. المهم غير من ليزانديس من المؤشرات اللي بانت البارح هو ان عبد المجيد كدبول عنده صفحه رسميه ديالو اللي هي هذه سميتها الصفحه سميتها عبد المجيد سميتها عبد المجيد تبون، هذه ديالو ديال عبد المجيد تبون الشخص، وهذه سميتها رئاسه الجمهوريه ديال عبد المجيد تبون الرئيس. عبد المجيد تبون الشخص او سحبون، المهم هذا السيد في صفحته ينشر ما يؤمن به هو، يعني الايمان ديالو يعني الاراء ديالو المواقف ديالو تجاه بعض الامور كنستقيها من بعض المنشورات. هذه المنشورات اللي يعني اخر تدوينات كتبها هي تدوينات النعي، تدوينات التعزيه، ما جاش في خالد نزار. الاولى كانت نهار 20 ديسمبر اللي قال بان هضر على طاقم الفريق ديال مولوديه البيض اللي دار واحد الاكسيده وماتوا فيها شي ناس عزهم، وقبل منها عز واحد الدكتور سميتو عبد الملك مرطاد احد ما سمى هو باحد اعمده اللغه العربيه، يعني هو يعزي، يعني ما عندوش هو موقف من التعزيه في الموقع ديالو في الحساب ديالو، ولكن هنا في الرئاسه تعزيه خالد نزار. في الرئاسه يعني في الموقع الرسمي الوظيفي المهني عز خالد نزار وهنا ما عزاش، يعني هو كعبد المجيد تبون الشخص ما عندوش مع خالد نزار، ولكن كرئاسه الجمهوريه كان مفروضا عليه انه يعزي خصوصا انه داروا له التكريم. اشنو وقع بالضبط وماذا نستخلص من هذه الامور كلها؟ ايوا اجي نقول لكم القصه. عبد المجيد تبون كان يشتغل تحت امراه يعني امراه خالد نزار، يعني خالد نزار كان رئيسا لعبد المجيد كدبون ابان التسعينيات. خالد نزار كان هو رئيس الدوله الفعلي، كان هو اللي كيتحكم في البلاد في الدوله غير من 62 اللي واش فراسكم ما عمر تم تعيين وزير دفاع الجزائر الا من الرؤساء، دائما الرئيس هو اللي كيكون اوتوماتيكيا وزير الدفاع. كيف ما دابا عبد المجيد تبون، عبد المجيد تبون راه هو الرئيس ديال الجزائر، هو وزير الدفاع ديال الجزائر، هو القائد الاعلى للقوات الجزائريه، رئيس الاركان هو شنقريحه. وعبد المجيد كتبون كان دابا الان كيجمع هاد ثلاثه ديال الصلاحيات. مره وحيده كان فيها وزير الدفاع ليس هو الرئيس رسميا في الفتره ديال التسعينيات ديال خالد نزار اللي كان فيها وزيرا للدفاع، كان هو المتحكم الامر الناهي في الحكومه الجزائريه اللي كانت يعني هذه الكوارث ديال العشري السوداء كانت جوج ديال المؤسسات متورطه في القتل ديال الشعب. شكون هما؟ هي وزاره الدفاع يعني الجيش الجزائري وكذلك وزاره الداخليه. اشنو كان كيدير انذاك عبد المجيد كدبون؟ كان وزيرا منتدبا في الداخليه وكان دائما خلف خالد نزار والمساعد الايمن ديالو في هذه الجرائم. الان كذلك باش تعرفوا حتى سعيد شنقريحه كان كولونيل انذاك في الجيش وكانت له يد في هذه الجرائم ديال العشريه السوداء. غادي نقول لكم الدليل، راه كنهضر معكم دائما بالدليل الخوت. عندنا واحد السيد سميتو حبيب سويديه دار واحد المذكرات ديالو، كان ضابط خاص في القوات الخاصه بالجيش الجزائري في هذيك الفتره ديال العشريه السوداء، سمى الكتاب ديالو بالحرب القديره. انا غادي نجبد لكم واحد الصفحه يتكلم فيها عن شنقريحه، كيقول لنا في هذه الصفحه ذات مساء من شهر حزيران 1994 اراد رئيسي، يعني هذا الضابط اللي كتب هذا الكتاب قال لك اراد رئيسي العقيد شنقريحه الخروج في دوريه في شوارع الاخضريه، خروجه في دوريه لمجرد التسكع بيخرج غير يدور،
يعني شنقريحه بيضور وبيدي معاه شي ضباط يحرسوه. طلب مني مرافقته مع فصيلي الضباط الكبار الذين لم يكونوا يخاطرون ابدا كثيرون، وهو واحد منهم. يعني شنقريحه هم يدفعوا لهم الكثير لكي يعني لكي يأمروا، ونحن يدفع لنا القتيل لكي نموت. اخذنا 5 سيارات تويوتا، شدينا 5 ديال الطوموبيلات ديال تويوتا وخرجنا بهم مع شنقريحه. كان قد مضى نصف ساعة على جولتنا عندما ظهر رجل في الظلمة، بان واحد الرجل في الظلام، غادر منزله منذ منتصف الليل بعد موعد منع التجول. كان كيكون هذيك الساعات في الجزائر منع التجول بعد منتصف الليل. قال لك شفنا واحد الرجل في الطريق وحنا كنضربوا بالسيارات ديالنا. امرته برفع يديه، قلت له هز يديك وانا اهدده بالكلاشينكوف. الى اين انت ذاهب؟ قلت له فين غادي؟ السيد قال لك اودي خرجت باش نقلب على اعواد الثقاب، كنقلب على الوقيد، بغيت غير الوقيد نشعل لوليداتي ولا نكمي ولا الله، المهم كنقلب على الوقيد. خرج العقيد شنقريحه من السياره ديالو ليرى ما يحدث. امرني بالذهاب لتفتيش بيتي، قال لي شنقريحه سير قلب ليه الدار ديالو اش فيها. دخلت مع 5 رجال ببيت المشتبه به، فجأة سمعت دواء الطلقة رصاص في الخارج. قال لك واحد شوية دخلت للدار شوية كنسمع الرصاص برا، فخرجت راكدا. كان الرجل، ذاك الرجل اللي كان يقلب على الوقيد، يرقد في بركة من الدم. لقد أطلق العقيد اللي هو شنقريحة عليه للتو رصاصة في الرأس. قلت لي هل حاول الهرب يا سيدي؟ قال إنهم جميعا إرهابيون، هيا نذهب. شنقريحة قال لي كلهم إرهابيون يلا نهربوا. هنا هل أطلب سيارات إسعاف؟ قال لي لا لا لنذهب. في اليوم التالي عثر سكان الحي على جثتي، عمل آخر من أعمال الإرهابيين. من كان ذلك الرجل؟ لم أعرفه أبدا. يعني بدم بارد لقوا الرجل مسكين في الزنقة، ما عرفوه لا إرهابي ما هز ما لا سلاح، الدار ديالو ما فيها حتى شي حاجة، فقط لقاوه ويقتلوا شنقريحة. عرفتي مناش خايف شنقريحة وتسبون؟ خايفين من المحاكمة ديالهم، لأن البارح اليوم الذي مات فيه خالد نزار هو اليوم بالضبط الذي تم الإعلان فيه من طرف المحاكمة المحكمة العسكرية المحكمة السويسرية عن موعد انطلاق محاكمة خالد نزار، وقال لك شهر 6 و7 2024 غادي تتم الجلسات ديال المحاكمة مع خالد نزار. خالد نزار ربما كان غادي يفضح كل شيء، غادي يجبد كل شيء، غادي يجبد تبون وغادي يجبد شنقريحة، ولهذا في نفس اليوم خوفا من خرجة إعلامية ليه قتلوه بدم بارد. نعم خالد نزار اللي كان القايد صالح، القايد صالح شد خالد نزار حكم عليه بالسجن. خالد صالح كان قرب كذلك يلقى القبض على شنقريحة وعلى تبون. هنا ناضوا شنقريحة قتل القايد صالح ومشاو عيطوا على خالد نزار وقال يدخل البلاد، دخل الى الجزائر. شفتوا القصة الكاملة، هذه هي قصة اغتيال خالد نزار، ولهذا تم اغتياله. ولهذا جميع وسائل الاعلام الجزائرية حينما تحدث عن حادث الاغتيال ديال خالد نزار كلهم كيقولوا مات بمنزلي، مات بمنزلي، او تيقولوا مات صافي، مات بمنزلي. اشنو بغيتو توصلوا للشعب الجزائري؟ زعما راه مات موتة عادية، مات بمنزله يعني وسط اهله واقربائه. جميع الصحف الجزائرية خدامة في هذه الجملة كأنها أعطيت لهم وقالوا اكتبوها، مات بمنزله مع عائلته وأقربائه. إوا ندخلوا معكم أخوتنا الموضوع الثاني اللي هو أزمة دبلوماسية كبيرة جدا بسبب مباراة ديال كرة القدم في كأس السوبر بين فريقين من تركيا، فنربخشا وكذلك يعني غلطة صراحة. كانوا غادي يلعبوا البارح في العربية السعودية هذا الماتش ديال السوبر، ولكن للأسف كانت أحداث لا رياضية عبر تمرير رموز سياسية من طرف هذين الناديين. أشنو وقع بالضبط؟ حنا كنعرفوا القصة الكاملة ديال تأزم العلاقات السعودية التركية منذ مقتل خاشقجي في تركيا. دابا كتحاول السعودية هي وتركيا أنهم يصلحوا الوضع.
انهم يقدوا النفوذ بيناتهم. كاين واحد الموسم ديال الرياض كيدار في السعوديه، انهم بيعرفوا بالامكانيات الترفيهيه والسياحيه كذا في السعوديه، داك شغلهم امور داخليه ديالهم، كيديروا مهرجانات، كيجيبوا فنانه، كيجابوا لعابه ديال الرياض في كره القدم كبار كذا. فهذا الاطار قالوا لتركيا جيبوا عندنا داك السوبر ديالكم يتلعب عندنا هنا في السعوديه. مزيان، جلسوا بيناتهم اتفقوا على انه الشعارات ما هو سياسي كذا ما يكونش. سيرفع الاعلام التركيه في المدرجات مرحبا، السعوديه ما قالتش لا، قالت لهم كذلك حتى النشيد التركي حتى هو يترفع في بدايه الماتش. هادشي علاش اتفقوا. شويه كتفاجئ السعوديه انه في الحصه ديال الاحماء قبيله الماتش دخلوا الفريقين بجوج ديال تركيا دايرين واحد الصوره ديال اتاتورك على الاقمصه الرياضيه ديالهم. هنا دخلت السعوديه قال لهم هادشي ما اتفقناش عليه. اتاتورك السمعه ديالو عندنا في السعوديه ماشي هي هذيك، ما كناش متفقين مع السياسات ديالو. اتاتورك اللي عنده فكر علماني، عنده واحد الماضي استعماري للدول العربيه، ابان الدوله العثمانيه كذا كذا كذا، حيدوا لنا هذوك التونيات. الفراقي بجوج ما بغاوش. هنا وصل الى الجمهور كذلك هذا الواقعه، الجمهور التركي في المدرجات بدا كيسب في الدوله السعوديه. السعوديه قالت لهم انتم كاع كتسبوا دابا وصلتوا معنا لهذه الدرجه، ايوا تفضوا على الملعب. تفضوا، فتم الغاء اللقاء، تم الغاء اللقاء. السعوديه هي حاسمه في هذه الامور، ما تدخلش لي السياسه في الرياضه. بوان فينال. اردوغان كعا والان يدعو الى يعني اقاله الاتحاد التركي. قال لهم كان عليكم تقدوا هذه الامور، تصلحوا هذه الامور، بتدخل احنا جينا نعكروا عليها بهذا المفهوم الدارجي، انتم عميتوها، احنا جينا بنصلحوا العلاقات مع السعوديه، انتم ازمتوها، كان عليكم تحلوا المشكل تم وتلعب الماتش تم. كذلك من التداعيات ديال هذه الامور كلها ناض العمده ديال انقره امام السفاره السعوديه، علق لافته كبيره عليها صوره اتاتورك وكذلك العلم التركي، وبدات العنصريه بواحد الشكل مقيت البارح واليوم في في تركيا تجاه العرب وبالضبط ضد السعوديين، وواحد الحرب اعلاميه كبيره جدا نايضه هاته يعني في هذه الساعات القليله بين الاعلام السعودي وكذلك الاعلام التركي بسبب هذه المباراه ديال كره القدم. خدنا نهايه ديال هذه الحلقه، شكرا جزيلا ديالكم على المتابعه ديالنا، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مع محمد السباحي.